بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الخامس بعد المئة الأولى من سيرته صلى الله عليه وسلم. بعدما أسر من أسر من قريش في بدر وكان عددهم 70، اتفقت قريش فيما بينها ألا يرسلوا في طلب الفداء، فقالوا لا تعجلوا بفداء أسراكم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه، أي استقوي. فقال رجل معهم وهو المطلب ابن أبي وداعة، قال صدقتم لا تعجلوا. وكان هذا الرجل ذكيا حصيفا، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن له ابنا بمكة كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاء في طلب فداء أبيه. وفعلا خرج هذا الرجل من الليل انسل وقدم المدينة فدفع 4000 درهم وانطلق بأبيه، وكان هذا أول أسير فدي. بعد ذلك بدأت قريش ترسل في طلب الفداء ويدفعون لأبنائهم وإخوانهم وأزواجهم. بعد ذلك جاء رجل من قريش اسمه مكرز ابن حفص ابن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو، وكان الذي أسره مالك ابن الدخشم رضي الله عنه الأنصاري. فلما جاء مكرز إلى المدينة قال ضعوا قدمي مكان قدمه واتركوه يمضي إلى مكة ثم يرسل فداءه، فوضعوه مكانه. فذهب سهيل بن عمرو إلى مكة ووفى لصاحبه وأرسل المال فأطلقوا مكرز. وكان سهيل بن عمرو مشقوق الشفة السفلى، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقطع شفة سهيل بن عمرو فلا يقوم عليك في مقام يؤذيك فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، ما يدرك لعله في يوم يقوم مقاما تحبه ويعجبك. وسبحان الله أيها الإخوة، لما ارتدت العرب أو أكثرها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان سهيل بن عمرو في مكة، فقام في الناس خطيبا واعظا مذكرا، وكان سببا عظيما في ثبات أهل مكة على الإسلام وبقائهم عليه. فقام سهيل هذا مقاما لا يذمه فيه عمر. وهذه أيها الإخوة فائدة يجب أن نقف عندها، إن المرأة ما دام في حياته فإننا لا نحكم على أحد بأنه سيبقى على ضلاله، وكذلك نرجو للصالح بقاء صلاحه، ولكن الفتنة لا تؤمن على الأحياء. سهيل بن عمرو هذا هو الذي كان يقاتل في غزوة بدر، وهو الذي كان رسولا لقريش في صلح الحديبية متكلما عنهم باسمهم، وهو الذي فرض الشروط، بل هو الذي أمر وطلب ولم يقبل إلا أن يمسح اسمه أو لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصفه لما قال في صلح الحديبية. لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر هذا مرت الأيام فأسلم سهيل هذا، فقام مقاما ثبت فيه الناس على دين الله عز وجل. والهداية ليست كبيرة على أحد، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا ممن أرسل في فداء الأسرى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب التي كانت تحت أبي العاص، كانت تحت أبي العاص بن الربيع، وأبو العاص ابن الربيع أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة. فلما طلبت خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج ابنتها زينب بأبي العاص وافق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرد لخديجة طلبا. فلما بعث صلوات الله وسلامه عليه عمه أيها الإخوة أبو لهب كان ولداه عتبة وعتيبة قد عقد لهما على رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمه أبو لهب فلنشغل محمدا بنفسه، وأمر أولاده أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اجتمعت قريش أيها الإخوة على أبي العاص يطلبونه أن يفارق زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أي فتاة من مكة تريد نزوجك؟ فقال لهم أبو العاص رضي الله عنه وأرضاه وقد أسلم فيما بعد، قال والله لا أفارق صاحبتي، يقصد زينب، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش،
وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد فقال كان نعم الصهر. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت زينب عند زوجها، فلما أسر في بدر أرسلت زينب مالا، وكان زوجها أبو العاص من أغنياء مكة، فأرسلت مالا، ومن ضمن المال أو معه قلادة كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قد أهدتها لزينب حين دخل بها أبو العاص. فلما وصل مال الفداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه القلادة فتذكر خديجة فرق لها رقة شديدة لابنته ولزوجته، حتى قال للأنصار إن رأيتم أن تردوا على هذه مالها وتطلقوا زوجها فافعلوا. قالوا نعم يا رسول الله، وهؤلاء هم الأنصار رضوان الله عليهم، فإنه ما كان يحب شيئا إلا تسابقوا إلى فعله. أسأل الله عز وجل وقد فعل أن يرضى عنهم وأن يجمعنا بهم سبحانه في جنته. بعد ذلك بقي قلة لم يرسل أحد في فدائهم فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.